مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وآراء. شباب مصر شباب جميل، شباب مصر شباب واعد، شباب مصر شباب خلاق ومبدع ومبتكر. والحقيقة أن كل النماذج اللي بتجيلنا في شباب وآراء هي نماذج واعدة وجميلة، وبنفخر بنقل تجربتهم ليكم في كل المجالات. شباب النهاردة مجموعة جميلة عملت رابطة، والرابطة هدفها نتجمع، والتجمع هدفه الخير والتغيير لكل ما هو أفضل ليهم وللمحيطين بيهم والبلدنا كلها. معانا ومعاكم النهاردة رابطة ابن النفيس، وبنتعرف على شبابنا الجميل في هذه الرابطة. آلاء حلمي الطالبة بالفرقة الثالثة طب أسنان جامعة القاهرة، أهلا بيك يا آلاء. ومعانا ومعاكم أيضا فؤاد الرجال الطالب بالفرقة الثانية طب بشري جامعة اسكندرية، أهلا بيك. أهلا بحضرتك فندم. وهتكلم بقى عن مراكزكم داخل الرابطة، ولكن بعد ما أتعرف عليكم أكتر وأقول اتجمعنا إزاي وكان هدفنا إيه وإمتى عملنا الرابطة الخاصة بينا واللي اسمها جميل قوي، رابطة ابن النفيس. هي مرتبطة بالطب شوية مش كده؟ اتفضلي يا آلاء. طبعا يعني احنا زينا زي اي حد خلص ثانويه عامه، بيبقى في البدايه تايه، مش عارف هو هيعمل ايه، ايه الحوار في الكليه، داخل بالظبط، يعني ايه على الاقل اللي هياخده، هيمشي ازاي في الكليه، حاجه هتعقده، حاجه هتريحه، اصحابه مثلا يعني حتى في نفس البلد اللي هو فيها، يعني بيبقى مش عارف انا مين معايا مين مش معايا، اتعرف على مين اكبر مني اخد منه نصيحه كويسه ممكن تفيدني. فبدات انا زي يعني انا واحده زي خلاص الثانويه عامه، فاضطرت ان هي تقعد مش عارفه هي هتاخد خطوه ازاي، فلازم طبعا انها كانت تاخد خطوه ايجابيه. محافظه البحيره، ايوه، مركز المحموديه، والجامعه بتاعتك في القاهره، وكليه متخصصه جدا وعمليه جدا. فمش عايزه اقول اتغربتي لان احنا كلنا في مصر واحد، ولكن بتعتبروها غربه صح؟ طبعا يعني اي حاجه على الاقل بعيد عن بيتي بتبقى غربه. يعني اضطريت ان انا اقعد لحد ما استنى اشوف مين معايا مثلا اقدر اروح معاه، اتصل باصحابي اللي هم قريبين مني، ما اعرفش حد تاني. ف يعني الفيسبوك طبعا يعني وسيله الاتصال بكل الناس. قعدت لقيت ان انا في شباب من بلدي عاملين متجمعين، عاملين زي اورينتيشن كده، بيقعدوا مع بعض يعرفوا نفسهم هياخدوا ايه، هيعملوا ايه، هيدخلوا الكليه اول خطوه هياخدوها ايه. الستيب الاولى دي بتبقى مهمه جدا. يعني الكلام ده كان قبل التحكم بالجامعات. انتوا عملتوا من الرابطه من امتى تقريبا يا فؤاد؟ رابطة حضرتك تم تأسيسها من حوالي يعني 4 سنين كده. الفكرة من الرابطة ان احنا بنجمع الناس اللي هم داخلين لسه كلية، يعني طبعا الرابطة أسسها الناس الأكبر مننا سنا، يعني بنجمع الناس اللي هم اللي داخلين لسه كلية عشان ما يحصلش توهان. أول سنة بتبقى الطالب داخل لسه كلية جاي من مرحلة ثانوية اللي هي الكبت والكده والمذاكرة ودماغه كلها مركزها في المذاكره، والتشتت اصلا في انه داخل على ايه، واحيانا كتيره حتى الحاجه اللي هو داخلها يمكن ما يكونش مختارها بارادته للظروف اللي احنا عارفينها طبعا كلنا. فده في حد ذاته بيبقى عبء كبير جدا على كل طالب داخل الجامعه، فما بالنا كمان لما بيسيب اسرته. يعني بيبقى في عوامل كتير بتؤدي الى تشتيت الانتباه، يعني زي الاستقرار النفسي والاستقرار الاسري وكده. الكلام ده بقى ايه الرابطه بتعالجه، يعني احنا ناخد قبل ما الطالب يبتدي ان هو يدخل اول يوم كليه، بيبقى داخل يعني بالناس الاكبر منه سنا في كليته من بلده اللي هي مركز مدينه المحموديه محافظه البحيره، بيبقوا قاعدين معاه في اللي هو في الرابطه، بنعمل اورينتيشن وايفنتات كتير، بنوضح له هو داخل على ايه، بنوضح له الكليه ديت يعني مستقبلها ايه، بنوضح له هيدرس ايه. بس على الله ما يكونش فيها تحيز للبحراوي. لا هو الرابطه عندها انتماء، الناس اللي في الرابطه يعني حاجه بتميزهم كويس جدا ان هم حبهم لبلدهم، حبهم للبلد اللي هي اللي نشأوا فيها اللي هي المركز المحموديه، لذلك هم عندهم يعني امل في الله سبحانه وتعالى ان هم هيحققوا حاجه ان شاء الله في المستقبل. هنتكلم عنها في الاهداف المستقبليه للرابطه، ان احنا هنأسس حاجه زي مستشفى لرابطه ابن النفيس الطبيه. لا ده انتوا كمان، لا انتوا متحيزين جدا. لا هاجيلكم. هنتكلم طبعا عن الاعمال المستقبليه، بس بقى قبل ما ارجع لآلاء، يعني احنا بدانا من قبل ما نتحرك. عاده الادوار اللي انتوا بتقولوا عليها دي بيعملها الاتحادات والاسر داخل الجامعات، ان هم بيبقوا في استقبال الطلبه بيوضحوا لهم كل المهام، انما ان انا ابدا من محافظتي قبل ما اتحرك
يبقى لي عزوتي وانا طبعا طبعا معتبرها ده كده اهم حاجه. الحقيقه، صح ولا انا الهدف غلطانه؟ الاساسي، ده ان انا هدفنا. ما اه ان انا متجه بعزوتي بتراثي الثقافي والفكري والمجتمعي، ومتوجه لي ومعايا كل اللي بيحبوني وفي نفس التوجه ده، اكيد مش علشان اتعامل مع بعضنا البعض وبس، لكن كمان انا باصص هتعامل ازاي واوصل اتواصل ازاي مع زملائي في الجامعة. كملي لي يا آلاء، اتعرفتوا على بعض ازاي ومن خلال الفيسبوك؟ طبعا من خلال الفيسبوك، يعني بدأت لقيت ناس اكبر مني كانت عامله، دعوة. كانت دعوه عامله الفكره. رحت حضرت، يعني عرفوني في الكليه هبدأ نظامي ازاي، هاخد ايه، هتعامل يعني مع ناس ازاي، الدكاتره نفسهم هتعامل معاهم ازاي. طبعا اختلاف 180 درجه عن حياه ثانويه عامه، حياه طالب معتكف على الكتاب. كان هدفهم ان احنا، يعني الهدف ان احنا نغير حاجات. اول حاجه عايزين النظام اللي هو سائد في البلد حاليا، ان تنسيقي مجموعي هو اللي تنسيق، هي جيالك جيالك، احنا بدأنا في التغيير اهو على طول. يعني جيالك جيالك، لان اكيد كان الهدف من وراء تأسيس الرابطة مش بس ان احنا نتجمع ونربط نفسنا ببعض ونحافظ على طريقة حياتنا المجتمعية وتراثنا الثقافي، لان كل محافظة طبعا ليها تراثها اللغوي والثقافي طبعا طبعا واللكنة الجميلة الخاصة، خاصة بوجه بحري. طبعا. فكل ده الحقيقة بيبقى خصوصية جميلة محدش يحب أبدا إنه يفقدها. طبعا علشان نأسس له أكيد كان ليه في تنظيم معين أو شكل نظامي أو إداري معين أسسناه، أو شاركنا على الأقل في تأسيسه، لأن أنت بتقولي يا فؤاد إن في كان ناس قبليكم. أجيال بتسلم أجيال زائر. جميل جميل، كلمني عن الهيكل ده وشكله. طبعا حضرتك في البداية يعني أي مؤسسة أو أي مكان احنا بنعتبر إن الرابطة دي مؤسسة كبيرة بنعتز وبنفتخر بيها، طبعا بيبقى أهم حاجة فيها النظام، نظام في الشغل، بحيث إن ما يبقاش فيها رجالة، إن الرجالة دي بتبوظ كل حاجة. النظام أساس كل حاجة. فاحنا عندنا في الرابطة ماشيينها بنظام زي نظام دستوري، عندنا دستور بتاعنا، لائحة بسيطة كده، نظام بعض القواعد بنحطها عشان الكل يمشي عليها، عشان ما نبوظش الدنيا، ما فيش حاجة تبوظ. أهم الملامح كده يا فؤاد للائحة. يعني حضرتك احنا الرابطة ليس لها أي انتماء سياسي أو حزبي أو ديني أو أي من ذلك الفصيل، يعني احنا بنضم كل الطوائف، مسيحي مسلم، اختلافات سياسية مختلفة، اختلافات حزبية مختلفة، الكلام ده كله بيتحد تحت شعار العمل الخير والعمل التطوعي. يعني إيمانا بقول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالناس بتتجمع في الرابطة عندنا تحت شعار الخير، الخير وحب البلد اللي هي فيها وحب المساعدة إن هي تساعد زمايلها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، فحببهم للخير وحبب الخير اليهم، اولئك النجون من عذاب القيامة. صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، يا وان شاء الله تكونوا انتوا كمان منهم. اهدافكم جميله في الرابطه دي. المهم الرابطه عندنا بيبقى ليها زي اي مؤسسه رئيس ونائب رئيس وبعض من اللجان، بيرأسها طبعا رؤساء اللجان والنواب بتاعتهم، واللجان دي بتضم الاعضاء. تعريف بسيط، الرابطه رئيسها الدكتور محمود مكرم كليه علوم الفرقه الثالثه، نائب الرئيس شخص متواضع فؤاد رجال طب بشري اسكندريه. سريعا اللجان، عندنا اللجنه الاعلاميه متخصصه بالشغل الاعلامي وبتعمل اللي هو الدعايه لنا والدعايه للمشاريع، يعني مثلا عندنا مشروع لشرح المواد المعينه بتبتدي تعمل دعايه، بتدعو الناس للموضوع ده على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التليفونات. بيرأسها الدكتور احمد سليم عند في كليه طب بيطري دفين. عندنا برضو اللجنه العلميه اللي المنوط بها تحقيق الهدف الاساسي للرابطه، واللي هو يعني الجزء العلمي منها، اللي هو بنشرح للطلبه وكورسات الشرح وكورسات السكيل لابز والكلام ده، اللي احنا ايه بنعلمهم الحاجات والمهارات بتاعه الكليه، بيرأسها الدكتور كريم النباسي كليه طب بشري اسكندريه. عندنا اللجنه الماليه، وهي يعني وزير الماليه بتاعنا اللي من غير ما نعرفش نتحرك، يعني اللي هو مصدر تمويلنا، اللي هو جمع الاموال اللي احنا بنتعامل معاها، تقدير المشروع ده بيتكلف كام وهندفع له كام محتاجين ايه وكده واللي ناقصنا، بيرأسها الدكتور حازم الشيمي طب بشري اسكندريه. عندنا اللجنه الاجتماعيه
اللي هو مع احترامي طبعا لكل الدكاترة دول، كل دول زملائكم في كليات طب مختلفة. نعم اتفضل. مختلفين مجمعين تحت شعار على ربطة. اعتبار ما سيكون بمشيئة الله، وتبقوا انجح دكاترة يا رب باسم ربنا. اتفضل. اللي عندنا لجنة اجتماعية بتبقى يعني بتحقق الاهداف الاجتماعية للرابطة، للمشاركة في الخير، القوافل الطبية اللي بننزل فيها القرى والكلام ده، بتنظم تعمل بحث اجتماعي تشوف احنا محتاجين ايه، هننظم ازاي اليوم، المشاريع الاجتماعية زي الندوات التانية، الندوات الاجتماعية بنوعي الناس على حاجة معينة، حملة التبرع بالدم، الكلام ده الدكتور حيصل، الدكتور محمود حيصل التفاصيل بتاعته دي بترأسها الدكتورة شيرين علي أبو العنين طب بشري اسكندرية. عندنا آخر لجنة اللي هي اللجنة الايه الثقافية، ديت بقى المنوط بقى الأهداف الثقافية للرابطة، بتعمل لنا ندوات تنمية بشرية والكلام ده الاخ يعني اللي هو الحاجات الثقافيه بتاعت الرابطه، بترأسها الدكتوره نهال سامي العكاز. ما شاء الله عليكم. يعني انتوا اسستم لنفسكم ونظمتم نفسكم، وواضح ان هرجع تاني لقلاء، اهدافكم مش مجرد خدمه نفسكم، ده انتوا هدفكم تغيير. انا قطعت عليكي وانتي بتقولي عايزين نغير، اصل دايما الستات بيبداوا عمليين جدا، بيبداوا من الاخر، فانتوا خليكم انتوا في التنظيم والحاجات هم دي الأفكار. انما هم بقى بيدخلوا على طول في الصميم وفي الهدف الاسمى من الرابطه، مش بس ان انتوا تخدموا نفسكم ولكن ايضا عشان تغيروا. هنغير ايه يا قلق؟ نغير حاجات كتير. يعني اولا فكره التوهان حبينا ان احنا نلغيها خالص، ما يبقاش فينا حد تايه، حد متردد. فكره ان انا امشي بان خلاص مجموعي جابني وداني الكليه دي خلاص انا هختارها، لا احنا بدانا نغير، بدانا نعمل اورينتيشن لنفسنا، نقول في مثلا في كليات يا جماعه، طبعا احنا الكلام ده كله خاص بكليات المجمع العلمي، في كليات كذا كذا كذا، بنعرض كل الكليات دي قبل اصلا التنسيق ما ينزل. يعني قبل يعني انا عرفت مجموعي، بس مش عشان مجموعي مثلا جالي طب بشري طب اسنان خلاص انا هكتب طب اسنان وده النصيب، لا انا ممكن اقعد اسمع لدكاتره كتير اكبر مني تقول لي الجزء الاكاديميك في الكليه، الجزء البري اكاديميك اللي انا بشتغل الاول يعني بعمل ايه، تقول لي مستقبل الكليه بعد كده في الشغل، هقدر انا نفسي هقدر يعني ذاتيا هقدر احقق منها قد ايه، نسبه نجاحي في الكليه حسن، عزيمتي هتوصلني فيها لحد فين. فاضطرينا ان احنا يعني النقطه دي مهمه جدا يا الاء، نجحتوا تغيروا توجهات حد كتير، نجحتوا تغيروا انسان من انه يفرض عليه مجموعه توجه اكاديمي بعينه، ونجحتوا في ده، والاهالي كانوا فين؟ لا كتير، وحصلت عندنا نماذج يعني من قلب الرابطه عندنا، يعني كتير حصلت ان احنا يعني بيبقى جايب مجموعه مثلا طب بشري، لا خلاص انا هحود اسنان هحود صيدله كده، مش شرط عشان انا مجموع، مش شرط الدوله هتفرض عليا قانون ان انا ادخل بمجموعي، لا اضطرينا ان احنا نغير الفكره دي تماما، والحمد لله نجحنا، وكانت الاهالي يعني وصلنا ثقتنا للاهالي ان انا خلاص انا هختار الطريق ده، يعني انا همشي فيه ان شاء الله هثبت نجاحي فيه كويس، مش يعني بدل ما اخد طريق غصب عني ويعني يحصل ظروف فيه او حاجه. ما وده المختلف فيكم عن غيركم، زي ما انا قلت ان الادوار اللي بتعملوها احيانا بتعملها الاسر داخل الكليات، بس بدل يعيني مع بعد فوات الاوان تو ليت تو تشينج، معظم اللي بيجوا يقعدوا على الكراسي بتاعتكم بيقولوا احنا ما كانش حابين المكان، لكن انا يعني اعمل يعني هعمل اللي انا ما بحبوش عشان اوصل للي انا بحبه، وده يعني نوع من التوافق النفسي والمجتمعي مطلوب للظروف اللي احنا بنعيشها. وفي غيرهم بيقول لا انا موهبتي هي الاساس وهي اللي همشي عليها، الدراسه دي يعني هكملها وهحاول اتفوق فيها قدر طاقتي، لكن مش هي الكارير اللي انا هختاره لنفسي بعد كده. فالخطوه اللي انتوا عملتوها دي رائعه، وارجو انها تكون نموذج يعني تتبناه وزاره التعليم العالي، مش بس اسر، لان احنا المفروض ان احنا قد كده شبابنا يعرفوا هم داخلين على ايه، اختيارهم اساسه ايه، حتى لو انا مجموعي بيفرض عليا نتيجه لظروف مجتمعيه كلنا عارفينها ان انا ارتبط بكليه معينه، انا مش عايزه اتكلم كتير لان انتوا حاجاتكم ما شاء الله عندكم شغل جميل، كملي، بس هو نموذج يحتذى بيه عند كل المسؤولين ان شاء الله. ايوه طبعا حاله التوهان قدرنا اننا نتغلب عليها، بقى في دكاتره اكبر مننا بفضل الله سبحانه وتعالى، بقينا ننظم كورسات شرح، لازم انا ادخل على الاقل بيبقى معايا شهرين مكرر من الكليه، يعني غيري مثلا بيبقى داخل انا عارفه حاجات كتير قوي، عارفه حاجات كتير عن اللي عليا، وعارفه انا عايزه ايه وادواتي ايه وكل اللي انا يعني كل يعني طريقي في الكليه خلاص عرفته، يعني شهرين كاملين شرح انا ممكن يعني ادخل بيهم امتحان متر مثلا، غيري بيبقى داخل لا هو مش عارف اي حاجه، يعني مثلا ممكن يضيع اول شهر في انه يستقر بس في الكليه. فعلا هو ده اللي بيحصل.
فقدرنا ان احنا نتغلب على النقطة دي. برضو كتغيير حبينا ان احنا نوسع دائرة المعارف بتاعتنا، يعني مبقاش برضو مقتصر علينا بس، حبينا ان احنا انا زي ما دخلت الرابطة ولقيت اللي يخدمني، لقيت اللي يشرح لي، لقيت اللي يوجهني، لازم انا كمان اساعد. فلازم يبقى في مقابل، يعني لازم اساعد. دخلنا في موضوع ان احنا نتوصل للمجتمع، بدأنا ان احنا نعمل مشروعات داخل المجتمع، نعرف الناس بينا. دلوقتي يعني الحمد لله ناس كتير قوي، يعني ممكن من بره المحافظة كمان عرفتنا. فالحمد لله، يعني دي نقطة كويسة تحسب لينا، ان احنا يعني اسلوبنا تغييرنا وصل لناس كتير قوي. فقدرنا ان احنا نوصل للمجتمع، نعمل مشاريع خاصة بالمجتمع، نوصل للناس يعني انا دلوقتي انا دكتورة، اي نعم انا بس يعني لسه في اول طريقي، بس عايزة احسس الناس ان انا ممكن اساعدهم، عايزة احسس الناس ان الدنيا لسه فيها خير. فبدأنا ان احنا ننزل للناس، ننزل للمحتاجين، ننزل نساعدهم، نعمل مشروعات خير كتير قوي. والحمد لله الناس عرفتنا، وبقت دلوقتي اي حاجه محتاجينها ممكن يتواصلوا بينا. لينا رقم يا الناس ترى بقى بس للمتخصصين في كليات طب وعلوم وصيدله ده والجانب المجمع. العلمي ولا لتخصصات تانية ومختلفه؟ بص حضرتك، الرابطه عندنا بتضم اعضاء مختلفه. اعضاء زي مين؟ عندنا اعضاء اللي هو الطلبه اللي زينا، اللي هم طلبه كليات المجمع العلمي. زي ايه؟ زي كليه طب بشري، وكليه طب الاسنان، وكليه طب الصيدله، وكليه الطب البيطري، وكليه العلوم، وكليه العلاج الطبيعي. بتضم الطلاب من الكليات ديت من مختلف انحاء الجمهوريه في اللي هو الكليات، لكن كلهم من المحموديه، من عندنا من مركز مدينه المحموديه. تحيه لكل اهل المحموديه واهل البحيره طبعا. طبعا. اللي بنفخر بوجود ابنائكم اللي قد كده عندهم حس مجتمعي جميل، وحس التواصل وتبادل الخدمات بصوره مبدعه الحقيقه، لان فكره تغيير المسار دي مهمه جدا الحقيقه، يعني انا عايزه اركز عليها طول الحلقه. بالاضافه الى الاعضاء اللي هم المختصين دولت اللي هم المجمع العلمي، احنا عندنا عدوى شرفيه. عدوى شرفيه زي مين؟ يعني مثلا كليات البره المجمع العلمي ممكن يشترك معانا، وممكن يساعد معانا، ان الخير مش قاصر على حد، وخدمه الناس مش قاصر على حد. جميل. خدمه الناس للجميع. عندنا مين زي في العدوات الشرفيه؟ الكليات اللي هي المختلفه، كليات ادبيه مثلا، كليات رياضيه وكده. عندنا مثلا بيساعدنا اللي هو المدرسين بتوعنا، هيئه التدريس في المحموديه، وعندنا الاطباء اللي هم الدكاتره الكبار. فعندنا مدرسين بيعملوا معانا عدوى شرفيه، وبيجي يحضر معانا. عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا خلقتوا مجتمع جوه المجتمع. انتوا معظمكم طب اسكندريه، طب القاهره، علوم دمنهور، صيدله حلوان، ويتهيألي موجود في الكليات تقريبا. كون ان انتوا تعملوا مجتمع ليكم داخل مجتمعكم، بس مش هدفه الشرذمه، هدفه خدمه كل اللي موجودين على مستوى الجمهوريه. ده في حد ذاته يعني هو ده التواصل الصح اللي احنا بنقول عليه، واللي ليه وكلاء وزاره ومتخصصين داخل وزارات متخصصه عشان يوصلوا لدرجه من درجات التواصل اللي انتوا عملتوه. انا بحييكم عليه الحقيقه. كمل كلامك. المستقبل بتاع البلد، بتاع بلدنا مصر، مش هيبنيه غير شبابه. أكيد. لان هم اصحاب المستقبل ده. فدي الفكره اللي احنا مؤمنين بيها، ان احنا لو ما صلحناش مش هتصلح، لازم احنا اللي نصلح ونبني بلدنا بايدينا عشان نتغير، ونغير كل اللي حوالينا، ان هم نخليهم مؤمنين بالفكره دي، التغيير الافضل. احنا ان شاء الله ماشيين في تغيير افضل، هنكون افضل ان شاء الله بعد في المستقبل، وفي احنا ماشيين في الخطوات دي يعني. الرابطه عندنا بقى بتنمي الفكره ديت للاعضاء ليها. يعني عندنا العدوية الشرفية ديت يعني بيشترك معانا مدرسين اللي هم اللي كانوا أصحاب الفضل علينا، يعني في فترة الثانوية والابتدائية والإعدادية وكده، بيشتركوا معانا، بيدعمونا. مثلا ممكن يكون في دعم معنوي، دعم مادي، بيحضروا معانا مثلا ندوة، يشجعونا. كونك إن أنت تحضر تتكلم، تطلع تتكلم. مقركم فين؟ أخدتوا مقر عندنا ليكم؟ عندنا مقر موجود هناك في منطقة اسمها المنشية في المحمودية. عندنا مقر خاص بينا احنا، بندفع له ايجار شهري، وتابعنا يعني بيحصل فيه كورسات الشرح اللي هي العدد القليل مثلا. اما لو في عدد كبير او حاجة، فعندنا في كذا جهة يعني حكومية متعاونة معانا، زي نقابة المعلمين، قصر الثقافة، الكلام ده، بنروح ناخد منهم قاعة او كده وندي فيها كورس، او في المدرسة يعني نكلم مدير الإدارة وكده، وناخد إذن من مدير المدرسة، وندخل اللي هو الإيه، ننفذ العمل. تجد كل تعاون طبعا لسمو الفكرة طبعا والهدف. يعني مفيش حد بيمنع في العمل الخير، مفيش حد أكيد بيكون عنده مانع في الحاجات دي يعني. جميل. آلاء،
اتجاهكم لمساعدة بعضكم هو عمل مجتمعي جميل، لكن انت بتقولي لي كمان في مشاريع خدمية مجتمعية انتوا بتحاولوا تبدأوها او على الاقل تشاركوا فيها، زي ايه؟ زي اول حاجة مثلا بنحب ان احنا نكتر قوي من موضوع القوافل الطبية. يعني الشخص المحتاج ده يعني بيبقى مستني اكيد اي حد لازم يسأل فيه، يعني لو هو حقه مش واصله قوي بنحاول ان احنا نوصل حقه. يعني بنكتر قوي موضوع القوافل الطبية. لازم مين اللي ننزل بيشارك معاكم في هذه القوافل وبتنظموها ازاي؟ التنظيم قائم علينا، يعني احنا الاورجنايزرز كتير جدا عندنا في الرابطة الحمد لله، يعني العدد الحمد كبير. لله. يعني التنظيم احنا الحمد لله بنقدر نغطيه. اللي بيشارك دكاترة مننا يعني بتقوم بعملية العلاج بتقوم بعملية الكشف، دكاترة مننا بتقف في صيدلية، دكاترة مننا خريجي كليات الطب والصيدلة طبعا طبعا. هما اللي بي يعني هما برضو بيقدروا يغطوا جزء الكشف والجزء العلاج. اللي هما اللي سبقوكم طبعا، اللي هما عندهم عيادات دلوقتي وشغالين ما يقرب من 4 سنوات تقريبا. وفي منهم جميل. اللي شغال يعني اللي متخرج وشغال، يعني الرابطة برضو بتضم اللي هو خريجين ابناء الرابطة. يعني جميل، انا حبيت اكد على النقطة دي لان انا عرفتكم لسه طلاب في كليات الطب، فحابة اقول ان المجتمع الخاص برابطة ابن النفيس مش بس طلاب الجامعات العلمية المتخصصة، ولكن ايضا اساتذة وممارسين وحاصلين على بكالوريوس الطب بتخصصاته المختلفة، وانتوا بمشاركات تنظيمية من قبلكم بيتم عمل هذه القوافل. لا كتير جدا كتير جدا بيشاركوا بيدخلوا معانا، يعني اهم حاجة عندنا ان احنا يعني نوصل لدرجة نجاح معينة في المشروع. لو عديناها ده يبقى توفيق من ربنا، بس اهم حاجة ان احنا ما نحسش بتقصير اولا من نفسنا، اولا ثانيا ان احنا ما نحسش بتقصير تجاه الناس اللي احنا رايحين لهم. يعني احنا رايحين نعمل لك خدمة كذا كذا كذا، لازم عايزين نقضي الخدمة دي كلها ونغطيها كمان، مش عايزين نطلع مقصرين، مش عايزين نطلع في درجة يعني عايزين نطلع بأقل نسبة فشل للمشروع. يا رب ما يجيبش فشل ان شاء الله. مصادر التمويل، مصادر التمويل يتهيألي مع التنظيم والأهداف اللي انتوا حاطينها والأساليب اللي انتوا متبعينها دي، يتهيألي مصادر التمويل بالنسبة لكم ما فيهاش مشكلة ولا في مشكلة؟ لا مش مشكلة قد كده، بس هو احنا بالاسلوب التنظيمي اللي انتوا ماشيين بيه ده يتهيألي ممكن توصلوا لكتير بعد. طبعا النظام بيولد كل النجاح، يعني النظام ده اساس الطوبة الاساسية في النجاح. اكيد المساعدات بتاعتنا، يعني احنا مصدر تمويلنا ايه؟ ذاتيا. احنا كل عضو عندنا في الرابطة يعني عاملين له زي مش اشتراك حاجة بسيطة كده رمزية زي 10 جنيه كده، ممكن يزيد لو في حاجة متطلبة. اللجنة المالية بتقعد بتقدر، مثلا احنا عندنا قافلة، عندنا حملة تبرع بالدم، عندنا ندوة، عندنا ندوة ثقافية، عندنا حملة توعية، ننزل الناس، ننزل الشوارع نوعي الناس بحاجات دي. الكلام ده بيعوز طباعة وبيعوز حاجات وبيعوز ورق وكده، فالتكاليف دي بتكون عبارة عن جهود ذاتية مننا احنا من الأعضاء، طبعا بنغطي بيها بعض الأجزاء، فطبعا أكيد مش هتكفي. يعني بيكون في جهود من الاهالي، جهود من الاهالي اهالينا احنا برضو، بنروح نتكلم والله يا بابا انا عندي كده مشروع ممكن نتبرع على عمل خير وكده. ممكن المدرسين والاطباء بتوعنا اللي هم الاعضاء الشرفيين معانا بنروح لهم والله يا حضرتك احنا عندنا القافله جايه يوم الجمعه محتاجين ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا، لو حابب تشارك معانا في المشروع ده بيتفضل متكرما يعني ان هو يشارك معانا بمبلغ معين، بيدعمنا معنويا كده، بيجي معانا يشارك. الروح دي بتدينا احنا دفعه وثقه يعني. فمصادر التمويل يعني محدوده، بس الحمد لله يعني بنقدر نغطي بها اكبر جزء من المشاريع يعني احنا بننفذها. جميل. حلو موقف اولياء الامور بالمشاركه، لكن بيتهيألي ده بيبقى محتاج برضو اللجنة الإعلامية بقى تشتغل، لأن مش المفروض إنها تبقى نشاطات فقط خدمية، المفروض إن يبقى في نشاطات تدر دخل، صح ولا أنا غلطان؟ إيه شايفينه ممكن من النشاطات اللي ممكن تدر عليكم دخل؟ وده محتاج تواصل مع فئات مختلفة، مش بس في المجمع العلمي، في المجمع الأدبي أيضا. إحنا بننزل يعني ندوات شعر، مهرجانات غنائية، يعني لازم هتكملوا بعض. طبعا احنا الفترة الأخيرة احنا بنبدأ شغل في الرابطة عندنا. أولا في انتخابات، عاملين انتخابات منظمة كده بنعملها في بداية شهر 8. هياخد فلوس مش هيدي فلوس. ايه؟ بنبدأ في شهر 8 بننتخب اللي هو زي مجلس الإدارة اللي أنا كلمت حضرتك عنه في الأول، الرئيس والنائب واللجان بتاعته. بنبدأ شغلنا بقى من الأول هنا، بنحط خطة صيفية بحيث إن احنا
مش هنقعد نشارك اجتماعيا وخيريا وننسى نفسنا في الكليات وكده والكلام يجي على وقتنا ومذاكرتنا، لا بنشتغل في الاجازه من بدايه بعد نتيجه الثانويه العامه، بناخد الدفعه الجديده والدفعات اللي معانا كلنا وبينضموا معانا في الرابطه طبعا بعد حفل التكريم الثانويه العامه، بنعمل حفل التكريم بيكون الاكبر على مستوى المركز كله يعني عندنا، بيحضر فيها كل المدرسين وكل الاهالي وكل الكلام. فبنبدا بقى شغل من بدايه انتخاب المجلس الجديد، بنحط الخطه الصيفيه بتاعتنا كذا قافله، مثلا حملات التبرع بالدم، مشاريع الشرح هنعمل وهنخلي كده. بعد كده بقى المشروع ده بيقف في بدايه الدراسه، وبعدين بنوقف الجزء بتاع الدراسه ده بيكون علمي فقط، يعني لو حد محتاج حاجه في الكليه بيوقف يقول لو سمحت احنا عايزين نشرح الكلام الجزئيه الفلانيه في الماده الفلانيه، مساعده الجانب الاكاديمي. طبعا. كده ما بنخلص النشاطات بتاعتنا دي بنعمل زي حفله كده في الاخر، حفله ختام بتكون قبل الدراسه ما تبدا، بنجمع بقى فيها حفله ختام لازم نفرح طبعا. عملناها في السنه دي، حقكم تفرحوا بعد الجمال اللي موجود جوه قلوبكم وعقولكم لنفسكم ولبلدكم. بنحب قبل ما نسافر نسيب بصمه كويسه بينا وبين بعض، يعني نفتكر بيها كل حاجه عملناها تعبنا فيها. احنا مثلا قبل اي مشروع بيبقى منتهى السهر، منتهى التعب، منتهى القلق، يعني بيبقى يعني قمة في كل حاجة، توتر، عايزين ننجز، عايزين ننجح. فيعني يجي المشروع بقى نفسه برضو منتهى السهر من الفرحة، يعني من فرحة النجاح. الحمد لله. الحمد لله. ايه اهم المشاريع اللي حققتوا فيها نفسكم؟ شوفي حضرتك، هو يعني افخم انواع السعادة كده سعادة الانجاز، سعادة النجاح. لما انا اتعب في حاجة واكون حبيبها، وبالذات يعني حاجة روحانية زي الخير وحب الناس وخدمة الناس، دي بتكون اسعد حاجة. فبالتالي مشاريع الرابطة كلها اي انجاز فيها بيحصل فالواحد بيبقى في قمة السعادة، انه قدر يفرح ده، فرح الطالب ده اللي هو كان ناقي هم الكلية، اللي داخل ممكن يرتبك ويتوه ويعمل، يفرح المريض ده اللي احنا وفرنا له كشف ممكن يدفع فيه مبلغ هو مش قادر يوفره، علاج بننزل نجمع احنا العلاج بنفسنا ونعمل صيدلية كاملة متكاملة ويشرف عليها اطباء صيدليين، نوفر له العلاج اللي هو ممكن ما يقدرش ان هو يوصل يشتريه، ممكن نوفر له التحاليل الطبية اللي هو ممكن يكون مقدرته ان هو ما يعرفش يعمل التحليل ده. فكل انجاز بنحققه في دولت بيكون بيمثل لنا اكبر سعادة طبعا في حياتنا. حضرتك سألت يا ترى الناس بتلجأ لكم ولا ليكم اماكن معروفه بتلجا لكم في الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها دي، ولا انتوا ده بيقتصر على القوافل اللي انتوا بتعملوها تشوفوا احتياجاتهم في القافله مثلا، انما مش يتهيألي بقى صعب عليكم جدا على مدار العام توفير الخدمات دي؟ لا بالعكس، احنا عندنا رقم تليفون وعندنا مقر وعندنا مواقع الويب سايت وعندنا على السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وكده، الناس بتتواصل معانا على مدار العام الحمد لله. يعني مثلا في بيبقى معانا مثلا شيكات دم، شيكات دم او بلازما او كده، الناس اللي بيعملوا عمليات نقل دم وكده في المستشفيات وعمليات خطيره، الغالبه اللي ما بيقدروش يوفروا تمن الحاجات دي بيتواصل معانا، احنا لو متوفر معانا حاجه من ديت بنسلمها له او بنوصلها له. حضرتك كنت سالتينا عن ممكن مشاريع بتضر لنا اموال، احنا ان شاء الله في الخطه الجايه في الاجازه اللي هو جاي على طول في كذا مشروع يعني هننفذه هيضر لنا اموال، اللي هو ايه اموال ان شاء الله تكفينا ونأسس بيها حاجات تانية مستقبلية. طبعا الدكتور محمود هيكلم عن الجزئية ديت، حاجات يعني ان شاء الله تبهر الجميع. عملنا مثلا السنة اللي فاتت السنة دي في العيد الكبير مشروع لم جلود الاضاحي. لم جلود الاضاحي يعني بنلفف بنعمل بنذيع للناس ان احنا بنبلغهم ان احنا بنلم جلود الاضاحي بحيث ان احنا نستثمرها، بدل ما هم يعني ممكن تترمي ممكن كده الجزار ياخدها او مش تستخدم يعني، فاحنا بنلمها بنجمعهم في مكان معين ونروح لحد البيوت ناخدها كنشاط مننا يعني. جزاكم كل خير. ربنا يخليك. ونجمعها وممكن نسلم الكلام ده لتاجر او لمصنع بنبيعه بسعر معين بيتحط في الاموال اللي معانا بننفذها في مشروع خيري معين. جميل جميل. يعني ابداع كمان في ايجاد مصادر تمويل. الاء حلمي طالبة بالفرقة الثالثة طب أسنان جامعة القاهرة وعضو مؤسس بالرابطة، فؤاد الرجال طالب الفرقة الثانية كلية طب بشري جامعة اسكندرية ونائب رئيس الرابطة، تعبتوا قوي وجهدتوا وما زلتوا، في ربع دقيقة عايزة أوصل لإيه؟ ألاء عايزة أوصل لنجاح، يعني
يعني يكون محدش قدر يحققه غيرنا، يعني نجاح ملحوظ قوي. عاوزه اوصل ان انا اوصل ثقه اهلي فيا ان انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي، يعني اغير في حاجات كتير، اساعد ناس كتير، يعني اوصل شهره في خير، يعني شعارنا دايما مكملين. ان شاء الله ان شاء الله. فؤاد، عايز اوصل ان انا اخدم الناس غيرنا بره الرابطه وبره المجتمع الرابطه، يعرف ان يؤمن بالفكره ديت، يؤمن بفكره مساعده الغير. يقلدوكوا شالت. عايزين روابط في كل انحاء مصر، عايزين روابط جوه النفوس، روابط همها الاول انها تبدا بنفسها في الخير وتغير للخير، مش للبروباجندا وللإعلان، لأ لخدمة بلدي ولخدمة أهلي أولا وأخيرا، لأن احنا هي دي النواة اللي بنبدأ بيها كل واحد في مكانه. لو بدأ صح البلد كلها هتبقى صح. أشكركم يا شباب، أتمنى لكم كل توفيق ونجاح، وتوصلوا لكل اللي انتوا عايزينه إن شاء الله، وتبقوا دكاترة مشاركين وفاعلين في كل خير في مصر بمجال الله. أشكركم. فاصل قصير ونعود لاستقبال أعضاء آخرين في رابطة ابن النفيس للتعرف على الجديد والجديد في هذه الرابطة الجميلة. صورة صورة كلنا كده عايزين صورة 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 تحت الرايه المنصورة. الصورة دايما منورة بشباب جميل ومبدع ومبتكر في كل اللي يخدم نفسه ويخدم بلده. معانا أعضاء آخرين في رابطة ابن النفيس. محمود مكرم، الطالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة دمنهور، ورئيس الرابطة، أهلا بيك. أهلا بيك. وأحمد أبو ليمون، الطالب بالفرقة الثانية كلية صيدلة جامعة حلوان وعضو مؤسس بالرابطة، أهلا بيكم يا شباب. مكملين معاكم في كلامكم الجميل اللي مش بس كلام، ده كلام وفعل، وكلام وأهداف مستقبلية، وكلام وخدمات على أرض الواقع ليكم ولزملائكم وكمان لمجتمعكم. بالرغم من أن يعني هحط 100 شرط على البحيرة بس وطلاب البحيرة ومركز المحمودية، لكن كل التحية مرة تانية ليهم ولشبابهم الجميل الفاعل في مجتمعهم. نبدأ مع
محمود ونقول الرابطة وأعمالها وأهم ما يميز هذه الرابطة عن غيرها من الجمعيات الخيرية اللي موجودة في كل مكان. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عندنا في رابطه من النفيس زي ما دكتور فؤاد والدكتوره الاء تطرقوا في الحديث في الفقره الاولى. احنا الرابطه عندنا مقسمه التنظيم بتاعنا لجان، كل لجنه بتبقى مسؤوليتها ان هي تقوم ببعض الاعمال. تمام. عندنا لجنه ثقافيه وعندنا لجنه اجتماعيه ولجنه علميه ولجنة إعلامية ولجنة مالية. طبعا اللجنة المالية مش يعني مشروعاتها معروفة اللي هي او اختصاصاتها معروفة ان هي هتجمع مصادر التمويل. التمويل بالضبط. اللجنة الثقافية عندنا بتعمل مشروعات، اهم المشروعات اللي بتعملها اللجنة الثقافية عندنا بنقدم تنمية بشرية، محاضرات تنمية بشرية للطلبة. طبعا بعد الثانوية العامة في بعض الاحباط عند بعض الطلبة وفي بعض المفاجآت عند بعض الطلبة، طبعا مجموع نازل مجموع طالع وهكذا. فاحنا بنحاول نحققهم نفسيا، نهائهم نفسيا ازاي؟ عن طريق التنمية البشرية، محاضرات تنمية بشرية. الأنشطة بقى داخل الرابطة ممكن نعمل مسابقات شعر، مسابقات رسم. عندنا في الرابطة احنا عاملين مكتبة، كل واحد فينا عنده كتب في البيت ممكن يكون قراها وخلصها مش محتاجها، بنروح نحطها نجمعها في مكتبة في الرابطة بحيث أي حد من زمايلنا اللي محتاج كتب دي يستعيرها يقدر يقراها. فدي مكتبة الرابطة. عندنا مجلة حائط كمان، أي حد بيكتب شعر بيعمل مقالات ممكن يعلقها في المجلة بتاعت الحائط يتم إن هو يقراها. دي الأنشطة إيه حضرتك الثقافية. عندنا أنشطة اجتماعية، قوافل طبية، عملنا حتى الآن الحمد لله 5 قوافل طبية، حملات تبرع بالدم، بنقدر إن احنا نعمل حملات تبرع بالدم ونوفر أكياس دم كتير وناخد الشيكات بتاعتها بحيث أي حد من أهالي البلد محتاج بنقدر نوفرها له. عملنا إفطار جماعي يعني زي تبقى روح أسرية كده في الرابطة، فعملنا إفطار جماعي في رمضان. المشروع بقى الختامي اللي كل مجلس إدارة بيختم بيه حفلة الثانوية العامة. احنا بنعمل حفلات، عندنا حفلتين. ده دايما طلاب الثانويه العامه دول مشروعنا القادم. ده دول بالظبط دول اهم مشروع. هو دايما المشروع لان ده اللي اي مجلس اداره بيختم بيه. فلازم يعني يبقى ختامه مسك زي ما بيقولوا، ولازم نختم ختام كويس. وبعدين دي حاجه بتدخل الفرحه للاهالي كلهم، لان ممكن واحد يبقى ترتيبه بعيد عن الترتيب ال10 الاوائل والاداره مش بتكرم ال10 الاوائل. فممكن لو واحد طلع ال11 مش بيتكرم، احنا بنكرمه حوالي 70 ما شاء الله يعني. لان كلهم فعلا متفوقين بالظبط. اذا كانت مستحقوا. المجاميع بتبقى فوق ال 100% طبعا للاسف يعني بالزبط. احنا ضربنا كل المقاييس العالميه. صح. فمن باب اولى كل اللي نجحوا بتفوق المفروض ان هم يتم تكريمهم، لان كلهم بيتعبوا وكلهم بيجهدوا. احمد اكيد بتواجهكم مشكلات واكيد لكم متطلبات. انتوا بداتم واثبتتم نجاحات واهدافكم جميله ومتميزه، لكن ما يمنعش ان في حاجات بتحز فيكم، في حاجات بتمثل لكم نقاط احباط احيانا، وفي مشاكل بتواجهكم. شكلها ايه وتفتكر ازاي هتعرفوا تواجهوها؟ هي المشكله اللي بتواجه الرابطه بشكل كبير قوي وبتواجهنا في كل الاعمال، اللي احنا عايزين نبقى كيان مشهور، اشهار بالمكان بتاعنا. نشهر الرابطه وفكرتنا عشان نقدر نستطيع بقى نطلع بره المحموديه خالص يعني وبره البحيره. المشكله اللي احنا عندنا في مصر مفيش اعتراف بمشروع ثقافي. اللي ده لازم تكون جمعيه خيريه. طبعا الجمعيه الخيريه دي حاجه لها سجلات ماليه وسجلات قايمه وبتوقف بعض الانشطه ليك. ولعلمك ما بتتاسسش بسهوله يعني، انتوا تاسيسكم اسهل بكتير. الصعوبه دي ضمن المشاكل اللي كانت بتواجهنا وما زالت. تمام. وبس في المقابل الاخر في بعض الهيئات بتساعدنا. ايه اللي ممكن يعني احنا ايه محتاجين ايه من التوثيق ده الحكومي؟ هو توثيق حكومي هيساعدنا في ايه؟ محتاجينه في ايه؟ هيدي ثقه بس. ثقة في الشارع. ثقة عند الناس في الشارع. انا بنزل دلوقت ممكن لو نزلنا الشارع في مشروع الناس مش عارفانا، بيقول لي انت مين؟ هقول له انا رابطه النفيسه الطبيه. مين رابطه النفيسه؟ هقول له احنا مؤسسه، وهقعد اشرح له كتير. انا يتهيألي مش الناس هي اللي محتاجه ده، يمكن التنفيذيين. التنفيذيين مش كده؟ هم اللي انتم محتاجين تلاقوا نقطه دعم في ظهركم. ومع ذلك أمام بنتغلب على النقطه دي ببعض المسؤولين اللي متفاهمين بصراحه، بالرغم من كل العقوبات اللي الدكتور احمد بيتكلم عنها. ان احنا بنلاقي برضو بعض الاشخاص المسؤولين عندهم يعني روح غريبه جدا للتعاون، دماغهم كبيره يعني. انت بتروح للشخص المسؤول بيسهلك، بيديك كل التسهيلات اللي عنده.
بس ده مش بصوره دايمه، مش في كل المرات. هي فكره كلها لما تيجي تنزل الشارع، خروج القافله الطبيه في حد ذاتها دي مشكله. خروج القافله تخيل دي اهم المشاكل اللي بتواجه. بصراحه اخر قافله طبيه احنا قمنا بيها، احنا حاولنا ان احنا نجيب لها تصريح، وبالفعل رحنا لسياده المحافظ اللي هو مصطفى عدود. الحقيقه هو يعني احنا عملنا لقاء سابق معاه بصراحه، ويعني شفنا منه كل الحب من البحيره، بالرغم ان هو مش من البحيره، بس بصراحه لكن كل الحب جداً وكل التفاني. ادانا تصريح لقافله مش تملق، لكن عن واقع شايفينه ولامسينه من اهل منكم. بالظبط والله. الحمد لله. الحمد لله بيسر لكم الامور. سياده اللي هو فعلا ادانا تصريح لقافله، ومديريه الصحه عرضت علينا خدمات، بس المشكله ان كان الوقت متاخر شويه. احنا كنا احنا رتبنا كل حاجه، والتصريح جه متاخر شويه، بس جه. بس لا بس فعلا يعني، ومديرية الصحة عرضت علينا خدماتها ان هي تقدم لنا ادوية او اي حاجة، بس كان شرطها ان احنا مثلا نأجل القافلة شوية بحيث ان هي تلحق توفر لنا الحاجات دي. بس احنا بصراحة كنا مجهزين كل حاجة. يعني احنا رضينا عليهم. لما انا رضيت قلت لهم لا احنا كل حاجة عندنا جاهزة، الدكاترة موجودين، ادوية. الحمد لله. المشكلة من ضمن اللي هو الاشهار بيفيد، اما اجي احل مشكلة الاشهار فين ازاي؟ اما اجي انزل الشارع اجمع تبرعات مثلا، عايز اخش مسجد او اتكلم مع الناس، اكبر وسيله ان اتواصل مع الناس. صعبه جدا. صعبه جدا. لازم الاشهار. وارجو ان انتم تتجنبوها، لان نقطه ان انا اجمع تبرعات مباشره دي بيبقى عليها محاذير قانونيه كتيره جدا، ويتهيالي ان انتم ممكن ما تكونش عندكم علم كبير بيها، فندخل في مشاكل احنا مش نتلاشى النقطه دي. انما النشاطات الجميله اللي انتم بتعملوها واللي ممكن تعمل لكم دخل اكبر بكتير جدا على فكره من اللي ممكن تجمعوه بالتبرعات، لان التبرعات دايما عندنا المصريين موجوعين الحقيقه من موضوع التبرعات ده، لان دايما بيتساءل هيتعمل بيه ايه. مجرد ما توثقوا رجلكم انتوا هتلاقوا اكيد بيجي لكم ناس كتيره بتشوف قد ايه بتساعدوا، وممكن يجي لكم بصوره مباشره ويقول لك انا عايز اساهم معاكم، ودي تبقى طريقه مثلى وجميله. انما حكايه ان انا اروح مسجد او اروح انا، انتوا اكبر من ان انتوا تتعرضوا نفسكم لمشكله زي دي، لان ما شاء الله نشاطكم بيتكلم عنكم، فان شاء الله ما تحتاجوش ابدا لاي نوع من الاستجداء، لان انتوا بتخدموا ان شاء الله. والمفروض ان المساهمات تجي لكم من غير ما تطلبوها، نتيجه الاعمال الطيبه اللي انتم بتعملوها. جميل. غير المساعدات اللي بيقدمها ابناء الرابطه من خريجي كليات الطب واللي بيشاركوكم، بتلاقوا مساعده من اكاديميين في جامعاتكم لما بترجعوا بقى في تنخرطوا في الجانب الاكاديمي؟ بنسيب الرابطه، بنسيب بيتنا الثاني وبنروح ل مجتمعنا الأكاديمي. أكيد بيتنقل معنا فكرنا وطريقة تفكيرنا وأدائنا والأساليب اللي احنا تعلمناها، والتنظيم ده بيتنقل معاكم داخل جامعاتكم كأفراد؟ بتعملوا ايه وبتبقى توجهاتكم ازاي؟ أكيد الدراسة ما بتقطعش التواصل ما بينكم وما بين الرابطة. بالنسبة للرابطة ولا حضرتك ولا بالنسبة للعمل ليكم بقى الجماعي في الجامعة؟ ليكم كأفراد، يعني انت رئيس الرابطة. تمام. لما بتروح لكلية العلوم جامعة دمنهور ما بتنفصلش عن الرابطة، حتى لو انفصلت جسدا فكرا وطريقة تفكير وطريقة، أكيد بتنقل ده للي معاك. بتعمل إيه في الجامعة بعد ما بتسيب الرابطة؟ والله هو في الجامعة إحنا عندنا المشكلة في إن نشاط الجامعة، نشاط الأسرة قصدي حضرتك طبعا، في الجامعة مختلف شوية عن نشاط الرابطة. احنا عندنا نشاط الرابطة مش بس اجتماعي قائم على حفلات، يعني احنا عندنا أسرة بتعمل حفلات، بتعمل ندوات شعر، فعلا بتعمل أنشطة مختلفة. بس مفيش أسرة بتوفر للطالب شرح، مفيش أسرة بتوفر للطالب. احنا بنعمل بصراحة عندنا نادر في ناس هي نادرة نادرا جدا، لكن دلوقتي كل التوجه لدى الأسر الجامعية انها توفر خدمات توفير المهارات ومتطلبات سوق العمل لزمايلها، وبيبقوا طلبة ما شاء الله عليهم. الجامعات نفسها بكل هياكلها وامكاناتها المادية ما بتقدرش توفر للطلاب اللي بعض الأسر بتعمله. تمام. يعني احنا في أسر بتقدم مثلا دورات في الصيف، دورات تدريبيه مثلا في اماكن معينه. انا ليه بسالكم؟ لان انتوا تجربتكم دي المفروض انها تتنقل للكليه، يعني ما تبقاش بس الاهل المحموديه وطلاب المحموديه. على فكره احنا في ناس لكن كمان ليه معاكم، تتنقل معاكم كنواه لروابط اخرى داخل جامعاتكم. ما بذره الخبره تبقى موجوده في الفرد بتنتج ثمارها، سواء شجره موجوده في المحموديه، سواء موجوده في الكليه بتاعتها بتنتج الثمره بتاعتها، وكله بيستفيد بيها.
بس الميزه في خارج داخل الكليه بيبقى فيه لوائح بتحجم بعض الاعمال، لكن الميزه في رابطه النفيس اللي انت بتتعامل مع الشارع مجتمع فبتبقى شغلك واسع، لدرجه ان رابطه النفيس الحمد لله في خلال الفتره بتاعتها استطاعت انها تقدم خدمه طبيه لاكثر من 2500 مريض في القوافل الطبيه اللي احنا عملناها، بخدمه طبيه علاج كشف وعلاج كامل بياخدوا من القافله وتحاليل وكل حاجه. حتى برضك في اللي احنا كنا بنعملها في الاعمال الخيريه اللي احنا كنا بنعملها زي حمله التبرع، اللي بيجي بيتبرع مش بتتبرع بدمك بس، احنا بنقدم لك خدمه ثانيه ان انت بتاخد صوره تحليل تعرف نسبه الانيميا اللي عندك، تحليل فيروس سي بنعمل له صوره من التحليل بنديها له وبنوصلها لحد البيت عشان نشجع الناس اللي هي تعمل حاجه زي دي تتبرع بنك الدم. بتعملوا ايه يا شباب؟ انا اكتر حاجه بتوجع قلبي اما ادخل اي عياده خاصه الدكتور فيها الفيزيتا بتاعته ب 400 جنيه وب 300 جنيه ومش بس فلوس، بلاقي ناس من محافظات مصر كلها من اول اسوان لغايه اسكندريه جايين عشان ياخدوا الخدمه دي بالرغم ان ممكن يكون يعني لا ماديا قادر عليها. تمام. ده غير الجهد غير الوقت غير يعني الواحد قلبه بيتقطع. القوافل اللي انتوا بتعملوها دي يعني قد ايه الرحمه اللي بتوصل لأهل بلدكم وبتوفروا لهم خدمة يمكن البعض ما بيقدرش ينالها إلا لما بينزل للمراكز الكبيرة والمدن ومن ضمنها القاهرة، تالي تلات أرباع الزحمة اللي موجودة في القاهرة بتبقى على العيادات الخاصة وانتوا لامسين وعارفين الموضوع ده، فقد كده الخدمة اللي بتقدموها دي يعني لا تقدر بثمن وربنا يجازيكم عنها كل الخير. ما نتوقفش برضك على الخدمات الطبية بفضل الله في الأعمال الخيرية بتاعتنا. في موضوع الافطار احنا وصلنا فكره الافطار، ادينا الافطار اكتر من 70 اسره فقيره مع اعضاء من الدكاتره وصفوه المجتمع، بحيث الفكره اللي احنا بنعمل كله احنا بنقابلين كلنا متساويين امام المولى عز وجل. كلنا بنفطر مع بعض وبناكل مع بعض من نفس الاكل. جميل. تمام. الحمد لله برضك في الاعمال الخيريه اللي احنا عملناها من خلال التبرعات والقوافل، القوافل طبعا زي ما قلت لحضرتك وصلنا لعدد كبير جدا، وانتشرنا مش في مركز المحمودية بس، احنا انتشرنا في مركز المحمودية وضواحي المحمودية من قرى، لان القرى ما بيبقاش فيها خدمة صحية اساسا. تمام. فاحنا وصلنا للناس ديت والحمد لله ربنا بيوفقنا في الاول وفي الاخر، والحمد لله بفضل الله بنقدر ننجح. نقطة ان القرى او بعض القرى ما فيهاش خدمات صحية، احنا كنا في لقاء قريب مع مسؤولين في وزارة الصحة وكان يعني في تباهي وفخر بان في ما يزيد على 500 مركز علاجي على مستوى لخدمة الاسرة على مستوى الجمهورية بيقدموا خدماتهم. النماذج دي مش موجودة عندكم في المحافظة وما بينفعش تقدم لنا خدمة تبادلية، يعني انتوا اكيد بتبقوا محتاجين لمكان، محتاجين للأدوية اللي معاكم تتحفظ في ثلاجات معينة، الحاجات دي حتى لو المراكز دي ما بتقدمش خدمة مباشرة تبقى خدمة غير مباشرة ليكم على الأقل بتنسيقات معينة. نظام دولة انت عندك ال 500 ما بينتشروش بشكل مباشر، بتنتشر بشكل الأولويات عشوائيات على حسب الأولويات، لو ما بيعملوا جدولة أو أولويات المنطقة الفلانية في مناطق بتحتاج اكتر من منطقه ثانيه فبيبدا من اول ده. ايوه تمام. الامر الثاني زي ما الدكتور محمود قال اللي احنا عندنا في بعض الناس بتسهل لنا، يعني المحافظ سهل لنا بعض الحاجات في احدى القوافل الاخيره. انا بتكلم على منظومه هتستمر مع الرابطه وممكن استفيد بكل الامكانات الغير مستفاد بيها علشان استخدم الفكر الجميل والخدمه اللي انتوا بتعملوه. يعني فكرة جات على مالي وحبيت ان انا اقولها لكم. فكرة كويسة جدا بس هتحتاج تنظيم وزي ما قلت تنسيق اللي انتم محتاجينه، وهتحتاج زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر تفاهم مسؤولين. يعني دي اولا واخيرا هتحتاج تفاهم مسؤولين بالظبط، ان هم يكونوا يعني عندهم القابليه اصلا للتعاون، لان احنا زي ما حضرتك اشرتي دلوقتي وزي ما احنا بنقول مشكلتنا القوافل الطبيه دي طبعا كلها بتبقى شبه مجانيه. لا هي مجانيه تمام مجانيه تمام. ربنا يجازيكم علاج وكشف وكله. فزي ما حضرتك قلتي الفكره ان احنا مش مشهورين، فعشان حد يجازف ويدينا مكان في وحده صحيه مثلا او في مستشفى التنسيق مع المحافظ هتجيلكم الشهره، بالتنسيق مع مستقبلا ان شاء الله الادارات المحليه، لان ده وتالي هو ده يا شباب اللي انتم بتسووه، اول مشكله انتم ذكرتوها وده نداء من هنا للمحافظ الجميل سياده اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيره، وانا يعني يهيأ لي انه هيسر لكم كل عسير بمشيئه الله في هذا الشأن. لما نتكلم عن خططنا المستقبليه بقى،
وايه اللي ناويين نعمله بمشيئة الله خلال الفترة القادمة؟ انا اجازة نص السنة قربت، يعني ان هنرجع شاء الله البحيرة قريب، هنرجع للشغل ان شاء الله. ناويين على ايه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عندنا اعضاء الرابطة احلامهم كبيرة، يعني احنا حقكم. احنا يعني مهما كان طموحاتنا ما بتقفش عند ان احنا نعمل قافله، ما بتقفش عند ان احنا نشرح لزمايلنا اللي اصغر مننا، دي كلها انشطه مهما كان بتكلف وقت وبتكلف جهد وبتكلف خلاص خدنا تكاليف خبره فيها وبقت بس خلاص، يعني يسيرة. الواحد لما بيقول انا هعمل مشروع زي ده بيلاقي ناس كلها جنبه وبنعرف ان في مشروع بنقوم بيه. اي نعم بيبقى فيه صعوبات، بس مهما كانت الصعوبات الحمد لله بقينا بنقدر نتغلب عليها الحمد لله. بقى فيه طموحات اكبر، بقى اهم الطموحات الاكبر اللي عندنا مبدئيا هو لازم اشهار الرابطه ان شاء الله هيتم. يعني ده لازم ان شاء الله، يعني هنشوف بكل الطرق يعني، بس ولازم طبعا يكون قانوني. هيتم اشهار الرابطه، ده اول هدف عندنا ان شاء الله. بعد كده لما جينا نسال اعضاء الرابطه، احنا طبعا كون ان انا شخص كرئيس رابطه انا مكلف ان انا يعني بشوف الناس عايزه ايه، الناس اعضاء الرابطه معانا، وانا اللي ببقى مسؤول عن تنفيذه. فانا عايزين ايه، كل اعضاء الرابطه مجمعين على فكره واحده، ان احنا نفسنا يبقى عندنا كيان يقدر يكشف على الناس، مستوصف خيري مثلا، مستشفى، مركز. اي مؤسسه، مركز طبي، اي مؤسسه نقدر نعملها بس تبقى بتاعتنا احنا، نقدر نقدم فيها للناس خدمه طبيه محترمه، تصون ادميه كل الناس اللي بيجوا. يعني احنا بنشوف يعني حاجات بتحصل غير ادميه بالمره، احنا عايزين نقدم للناس خدمه طبيه كريمه. اعضاء الرابطه كلهم نفسهم في الحلم ده، فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه عندنا مشروع اللي هو عايزين ناسس مستوصف. عملنا دراسه، التكلفه مش كبيره، يعني احنا لو بنتكلم في المستوصف التكلفه مش كبيره جدا، يعني التكلفه ممكن ان شاء الله في خلال عدد من الشهور مثلا هنقدر نجمعها ان شاء الله، وهنبدا في الاجراءات وان احنا نجمع المستوصف ونتم المشروع ان شاء الله بمشيئه الله. من المشروعات المهمه اللي نفسنا نعملها بجد اتكلمنا بقى عليها احمد بعد اذنك، هو المشروع الثاني بنك الدم. بنك الدواء وبنك الدم. احنا عملنا بنك الدم ده اشتغلنا فيه برضه بفتره، اللي هو من جمع طبولات الشيكات، اي واحد العمليات الدكتور محمود اتكلم فيها، خدمه جديده برضه في احتياج كبير. بنك الدواء احنا نفسنا ان احنا نعمل بنك دواء، اللي دلوقتي برضك يعني شوف برضك في بعض الروشتات تبقى اسعار العلاج بتبقى غاليه جدا، عايزين نوفر بعض الادويه للامراض المزمنه اللي بتبدا مع الانسان على طول. تمام. بدانا في المشروع، بدانا نجمع ادويه، احنا كده كده بنجمع ادويه عشان القوافل، فبنبدا نفرز ادويه الامراض المستعصيه طبعا بنعينها على جنب، زي ادويه السكر وضغط والحاجات دي تركن على جنب، دي عشان بنك الدواء. ادويه القوافل اللي هي الادويه الجنرال اللي هي مثلا بتاعت بدل الحاجات اللي ممكن المعده والحاجات دي الطارئه اللي بتجي لنا بنطلعها في القوافل وهكذا. بس احنا بدانا في المشروع مستهدفين ان شاء الله ان احنا نعمل بنك الدواء ده، بس هتبقى قدام شويه لان فكره ان انت تعمل على فكره الفكره موجوده، وفي بالفعل بنوك بالزبط. خيريه لتوفير الادويه لمختلف الحالات المستعصيه والطارئه، وليهم تجربه جميله ومميزه وموجوده على النت، لو حبيتوا تدخلوا عليها وتاخدوا منها الخبره لانها ممكن تفيدكم وتيسر لكم كتير من الخطوات، يعني ترحل خطوات كتيره تقدروا تبداوا بيها. بالظبط. ايه تاني من المشاريع يا محمود؟ احنا نفسنا يعني هو احنا مش هنقول مشاريع بقى، احنا عايزين طموحاتنا بالنسبه للمجتمع، احنا عايزين المجتمع يفهم ازاي يعني ايه عمل تطوعي. يعني احنا دلوقتي بنعمل عمل مش عايزين منكم حاجه، يعني دي نقطه الواحد كان بيواجهها بصعوبه جدا خلال الفتره اللي فاتت، اللي هو بينزل على ارض الشغل مثلا في الشارع بيقول احنا بنعمل عمل تطوعي وقافله طبيه، كنا بنواجه صعوبات كتير جدا. الناس مش متفاهمه الفكره، الناس مش متفاهمه الفكره، ازاي دول شباب وفي كليات طب وعلوم وصيدله واسنان وبيطري وعلاج وهكذا. بس تهالي انتوا تعديتوا المرحله دي بعد مضي 4 سنين على وجودكم، وانتوا يعني مركز طبعًا المحموديه طبعًا. اكيد انتوا اشهر من نار على العالم هناك طبعًا. دلوقتي احنا الحمد لله حققنا الموضوع ده. ما انا مش بقول كده عشان مركز المحموديه بوجه عام، الفكره بوجه عام ان الناس تتقبل فكره العمل التطوعي، ان يسيب تاثير ايجابي عند الناس، ان احنا خلاص احنا جينا قدمنا لك خدمه طبيه او خدمه مثلا مجتمعيه او خدمه مثلا شرحنا لطلبه او اي حاجه، مش منتظرين منك حاجه. على فكره احنا كل انشطتنا مش مقتصره على اعضاء الرابطه، يعني الشرح احنا لما بنعمل المشروع شرح بنقول لكل الطلبه تعالوا احنا بنشرح. بالظبط. مش شرط انت عضو معانا ما انتش عضو. عندنا بنعمل حاجات لجنه الاعلاميه زي ما حضرتك قلتي، انت قلتي اللجنه الاعلاميه ممكن توفر فلوس. تمام. احنا عندنا مشاريع بسيطه جدا وبتوفر فلوس وبنقدمها بخدمه احسن من اللي بره وبتكلفه اقل. عندنا دوره بنعملها دوره برامج،
احنا عندنا في الكليات العلميه لما بنخش الجامعه الدكتور ممكن يطلب مننا برزنتيشن، ممكن يطلب مننا بحث وورد، ممكن يطلب مننا بريزي، حاجات برامج كده بنستخدمها في الكليه. احنا طبعا طالعين من ثانويه عامه مش عارفين اي حاجه عن البرامج دي نهائي، يعني الواحد بيبقى مش فاضي من الاخر يقعد البرامج دي، فبالتالي بنقدر نوفر محاضر كويس يقدر يشرح البرامج دي وبتكلفه قليله جدا. يعني ممكن الكورس ده بيتعمل في مثلا في اي مكان في القاهره او في اسكندريه ممكن يتعمل مثلا ب 100 جنيه ب 200 جنيه احنا بنقدمه مثلا تكلفه بسيطه جدا رمزي 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه بتدر دخل وفي نفس الوقت بتفيد الناس جدا. دي من المشاريع اللي احنا بنعملها برضه. ما تمثلش عبء على المجتمع يعني على الطالب ذات نفسه. بالزبط. وبيبقى 15 جنيه تعتبر حاجه. وبيبقى في تدريب عملي وكل حاجه. جميل. برضه من اهل الاكاديميه البحيره والمقوليه. لا لا في ناس شاركت معانا من خارج البحيره تماما. بالظبط. هو الايفنت بيبقى عام. يعني شوف انت ابتديت دلوقتي تجذب من غير اهل البحيره من الاكاديميين والمتخصصين، ودي في حد ذاتها برضه نقطه نجاح الحقيقه محسوبه لكم. الطلب مننا برضو من ناس زمايلنا بس في كليات تانية من الإسماعيلية بالتحديد طلبوا مننا بعد ما شافوا أنشطة الرابطة وشافوا اللي احنا بنعمله والأنشطة اللي احنا بنعملها وحتى كانوا في هندسة قالوا ان احنا عايزين نأسس رابطة زي في الإسماعيلية. ممكن يساعدوكم في المستوصف. لا وقالوا لنا لا وشوف حضرتك احنا عايزين نسمي رابطة بين النفس الطبية. طب انتوا مهندسين. لا على فكرة هم مهندسين هنسميها رابطة بين النفس الطبية. قلت لهم طب ازاي يعني اقليدس الرياضية وقالوا لهم تبقى خاض عليكم. يعني فيعني ده اولا ده يعني اكبر وسام ليكم وللخبرة اللي انتوا اكتسبتوها. ده شرف لينا طبعا ان يعني الناس تقول لنا احنا عايزين نبقى خاضعين ليكم. يعني هم بيقولوا لنا احنا عايزين تبقوا انتوا الإدارة بتاعتنا. لان انتوا اكتسبتوا خبرة مش قليلة في المجال ده. مش عارفه الحقيقه كون ان انا اقول رابطه وكون ان اقول طلاب دي في حد ذاتها الاجمل. ان في ناس كتيره جدا في مراكز كبيره جدا وبامكانات ماديه كبيره جدا ما بتعملش واحد على المليون من اللي انتوا بتعملوه. استفاده من وقت الفراغ بس هو ده اللي المفروض ان انا التنظيم هو ده الدافع بالنسبه تنظيم ووجود خطه. وهكذا انا اول ما بدات الحلقه سالت فؤاد الرجال ايه شكل تنظيمكم ايه وشكله الاداري ايه وانتوا مكانكم فين فلقيت ده انتوا منظمه مش رابطه منظمه كل هدفها خدمه المجتمع. بالظبط. خدمه اهل البحيره واهل المحموديه اللي بنحييهم مره تانية وثالثه ورابعه ونداء اخر للمحافظ النشيط الجميل محافظ البحيرة سيادة اللواء مصطفى هدهود برعايتكم ومحاولة حل مشاكلكم والوقوف على طلباتكم لأن كلها طلبات مشروعة هدفها الأول والأخير خدمة الأهالي وخدمة محافظة البحيرة بوجه عام وفي ناس تانية هتستفيد بالتجربة. وكمان المشروع أي مشروع خيري أو عمل تطوعي بيطلع طاقة الشباب. أي شاب موجود في المجتمع بتاعنا عنده طاقة عايز يطلعها. بشكل ما فيش حد بقى في سيء إيجابي بشكل إيجابي فإحنا بنحاول نوفر لهم الشكل الإيجابي اللي هم يطلعوا بيه. إن إحنا نتواصل مع كل الشباب تعالى طلع طاقتك طلع طاقتك هنا بدل ما تطلعها بشكل سلبي في حاجة تانية بدل ما تتجه لاتجاه سلبي لا تعالى تطلع طاقتك في عمل خير ينفع مجتمعك ابن معانا في المجتمع وهيستفيد. يعني دلوقتي احنا زي ما حضرتك قلت يعتبر الواحد بيفتخر بالموضوع ده منظم احنا دلوقتي قادرين على اداره اي مشروع اي حد بيسند الينا اي عمل تجربه الحقيقه عمليه جميله ليكم ولمستقبلكم. وزي ما سالت فؤاد الرجال وآلاء حلمي باصين لقدام ازاي وعايزين ايه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي وعلى مستوى دولتنا كلها هسالكم نفس السؤال واقول لكم بتحلموا بايه وان شاء الله هتبقوا قادرين على تحقيقه. احمد انا حلمي المجتمعي طبعا ان انا انهض بمصر. يعني كشخص مستعد اضحي بمستقبلي بحياتي كلها عشان اشوف بلدي افضل بلد بعد الشر عنك وعن كل الشباب ان شاء الله ما حدش يضحي لان المفروض ان تيسير متطلبات تطلعاتكم ده واجب على الدولة وبدون أي تضحيات. كفاية إن أنتوا بتكرسوا نفسكم وجهودكم مش بس لدراستكم الأكاديمية ده كمان لخدمة المجتمع. أما في المجتمع ده بالنسبة للمجتمع أما في المهنة مهنة الصيدلة نفسنا نرتقي بمفهوم الصيدلة ونوصل لمعنى الصيدلة الصحيح
مصر هنا بصراحة خلوا الصيدلي تاجر، فاحنا عايزين تجارة للأسف. تجارة، وما زالت تجارة. انا شغال في الصيدلية بقالي فترة، بتاجر بالأدوية بعلاج المرضى، فنفسنا نطور المنظومة. طبعا كان نفسي أمنية حياتي كان على المستوى الشخصي طبعا ان انا اعمل مخزن أدوية واخدم بيه رابطة المنافيس، بنك، لا مخزن اخدم بالبنك ان شاء ان الله. شاء الله بإذن ان الله. شاء الله ربنا يوفقك لكل خير. محمود، انا احلامي يعني اي انا احلامي جزئين، يعتبر جزء شخصي وجزء تابع للرابطه. الجزء التابع للرابطه نفسي الرابطه دي تكبر جدا، تبقى كيان كبير، ما نوقفش عند مشروع معين، ما نوقفش عند حلم معين. اذا كنا صغرنا حلمنا في مستوصف ما نوقفش عنده، بالعكس احنا المستوصف ده هو بدايه لمشروعات تانية. الحلم الصغير ده بالنسبه لك هو حلم كبير جدا بالنسبه لناس غلابه كتير موجودين. بالظبط، انا مش بقلل من حلمهم، انا عارف، انا بقلل من حلمي، انا عايز لهم الافضل أكتر. انا عايز للناس دي الافضل. فانا بقول ان شاء الله احلامنا ما توقفش عند كده في الرابطه، وان شاء الله شغلنا مش هيقف عند كده. هنكبر، اذا كنا بنبتدي حاجه صغيره مش لان احنا صغيرين، بالعكس لان احنا يعني ده المتاح، احنا بنشتغل في حدود المتاح. المتاح حاليا هي كده، ان شاء الله يزيد. ان شاء الله تحققوا كل متطلباتكم على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي، إن شاء الله. وكل ما احلامكم كبرت كل ما الطريق ليها هيبقى اسهل بمشيئه الله في المرحله القادمه. اتمنى لكم كل نجاح وتوفيق، وكل التحيه لربطه ابن النفيس. اشكركم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النيل للتعليم العالي، كنا معا شباب من مصر، شباب واراء. شكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله.